ولا مع نفسك كده بتعيش كده العزلة؟ التناقض بقى في كل حاجة بقى ممكن تقولها. أحب الهدوء جدا وأحب الزيطة في نفس الوقت. نعم. في وقت معين يعني، مش الزيطة اللي تتقلب الضوضاء يعني، يعني اللي هي فيها لمة زي ما أنت قلت كده. بتقرأ متابع مع السوشيال ميديا؟ لا خالص خالص خالص، ما بتسبب لكش قلق؟ لا خالص، أنا ما عنديش حاجة خالص على السوشيال ميديا نهائي، غير يعني تليفوني أعرف أرد وأتكلم، ما أعرفش أتعامل معاه في أي حاجة تانية خالص، ما أعرفش أي حاجة ممكن تبقى تنزل، أو ولادي ساعات بيعملوا لي حاجات لكن بمسحها على طول. بتحب النقد؟ بستفاد منه. بستفاد واللي منه. بيهاجمك؟ لو أنا متأكد إن هو شخصي ما بكملش. خالص. لو مش شخصي لا ممكن أسمع لحد الآخر. طيب بتحب الأكل؟ أحب متريش كان آكل، الأول. أحب أقول لك بس هو أحب آكل أي حاجة وأنا جعان. يعني مثلا طب ما احنا كلنا واحنا خناقتي مع مراتي دايما كل يوم الصبح، بقى لنا دلوقتي بقى لنا 19 سنه متجوزين او كام سنه، ربنا يخليها لك ان يا شاء الله رب. 6 اللي جاي ده 4 6 اللي جاي بقى 20 سنه متجوزين ما شاء الله، ربنا تشهد، ربنا يخليها الحمد لله لك رب العالمين. كل يوم تسالني نفسه هتاكل ايه؟ هتاكل ايه؟ هتاكل ايه؟ انا عندي فلسفه في الاكل شويه. ايه هي؟ انا ما بطلبش حاجه يعني، اللي بتيجي قدامك بتاكل، طالما انا جعان هتاكله هاكله. يطلع بقى بيض ببسطرمه، طب ايه الاكل يطلع اللي انت محشي. بتعشقها؟ الاكل نفسها انت بتعشقها؟ ما بطلبهاش والله، بس لو جات قدام حمام يعني مثلا ممكن اكله احب الحمام، بتعشقها؟ انا بحب مثلا ممكن احب الحمام، ممكن احب طيب ما انا بقول لك عشان الريش، كده. احب الريش جدا، بتحب تخش المطبخ كتير؟ ايه بتحب تخش لا المطبخ خالص كتير؟ خالص. ما ب... ايه ما... الاكل اللي انت بتحب ما تعملها؟ بطلش المطبخ ده دقيقتين مثلا. ما بتعملش شاي؟ بعمل شاي، طيب. بعمل شاي بس يعني بص، من 6 شهور 7 شهور لسه مراتي امبارح والله بتقول لي، من 6 7 شهور اول مره اخش المطبخ، اول مره اعمل شاي امبارح، كان عليا حكم الشايب. لا والله. لا بهزر. طيب لو قلت لك اغنيه من الاغاني القديمه بترجعك للزمن الجميل والحب والنقاء والصفاء؟ لا احب طبعا، احب قوي قوي ورده، احب اسمع ورده قوي. ورده ايه الاغنيه في ورده؟ حنين، احب اسمع ورده حنين. حنين طبعا. في يوم وليله بحب. في يوم وليله طبعا. طيب لو انت عاوز تبعت اغنيه دلوقتي لزوجتك اللي هي عشره عمرك كلها، ربنا يخليها لكم، اللي هي محافظه لك على الاولاد وعلى البيت وعلى سيد وعلى كل شيء، اللي هي بتشوفك يا عيني كل فين وفين. لا إيه الاول هقول لها جمله، هقول لها جمله الحقيقه يعني. ايوه يعني ممكن اكون بعمل لمراتي حاجات كتير قوي. نعم انا عارف كده، انا زوج فرز اول. طيب ممكن اكون بعمل، بس ده حقيقي يعني، ممكن اكون بعمل لها حاجات كتير جدا. نعم. لكن والله العظيم كل مره بعمل حاجه بحس اقل كتير جدا من اللي تستحقه. يا سلام. لان هي مرت معايا بحاجات يعني، الحاجات دي مفيش واحد عنده اصل ينساها ابدا. طب قول الو كده معانا على التليفون، قول الو بس يا لولو. مدام مع علا فوزي، مدام كابتن سيد، اهلا بيك يا مدام، ازاي صحتك؟ اهلا بحضرتك كابتن مصطفى، اخبارك ايه واخبار الاولاد ايه؟ طمنيني. تمام الحمد لله بخير والله. سيد عصبي في البيت؟ لا خالص، على حسب، على حسب الموقف. حسب الموقف. اكيل، بيعرف ياكل كويس؟ هو بيحب الاكل لكن ما يتقالش عليه اكيل، لكن هو بيحب الاكل يعني. بيحب ايه الاكله؟ ايه الاكله اللي هو بيحبها؟ والله هو يعني سيد يعني ما عندوش طقوس قوي في الاكل مميزه، لازم يكون ياكل اكله معينه، هو بيحب كل الاكل المصري بتاعنا العادي يعني، محشي، ملوخيه، يعني اساسيات الاكل اللي هي موجوده في كل بيت مصري. سيد حنين في البيت قوي؟ لا هو هو كأب يعني، لا اب حنين جدا، بحب ولاده جدا، ونوع اللي هو ما بيعرفش يزعق ويكمل للاخر يعني، ممكن يبدا الخناقه لكن ما يعرفش يكملها، بينسحب بسرعه. بتشوفي سيد كل قد ايه؟ لا هو طبعا الحياه اللي احنا عايشينها بيعيشها ناس غيرنا كتير في الوسط الرياضي، اللي هو لعيب كوره من اول ما بيبقى لعيب، وطبعا لا. سيد بما انه اخذ نفس الكارير فهو يعتبر لعيب يعني، يعتبر لحد دلوقتي انا ما بعتبروش ان هو بيشتغل حاجه اداريه، انا هو نفس الشكل بنفس يعني اللي تعودت عليه، ان هو في المعسكر بياخد شنطته بيبات، هو نفسه من 20 سنه بالظبط. ربنا يخليكوا لبعض يا رب. في حياتنا ربنا يخليكوا لبعض. هبقى معاك، هسيبك بقى مع سيد تتكلموا بقى، وانا قلت له عاوز يبعت لك اغنيه حلوه على الهوا. بيحب ورده يعني، من ورده بيحبها جدا، هو بيحب ورده قوي. حنون قوي، حنون قوي سيد. بيحب اغنيه حنين. ما يبانش عليه ده. ها؟ ما يبانش عليه خالص. عاوز تقول لها ايه بقى؟ لا 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 هو رومانسي، رومانسي والله، بس هو وشه بيبان تنشن كده، معرفش الناس
بالتصريحات وبالانترفيو اللي بيعمله ده تقولي لي رومانسي؟ لا لا لا، عاطفي عاطفي كمان. عاطفي ده انت الله يكون في عونك والله يا ملام. ده الجانب الاخر من شخصيته اللي الناس ما تعرفهاش. طب والله دي حاجه تطمن والله. عاوز تقول لها ايه دلوقتي يا سيد؟ طيبه جدا وحنين جدا. وعايز اقول لك حاجه ثانيه برضو، والله جامعته قريبه جدا كمان يعني. طب ايه حكايته في البيت مع التليفون؟ موقف انساني يشوفه في حياتنا عامه، او حد بناس كتيره بالذات في السن. ممكن دموعه بتنزل لما بشوف حاجه زي كده. فهو عاطفيا دمعته قريبه ونفسيته بتتفاعل بسرعه. ما هو اللي دمعته قريبه ده معناها ان هو من جوه في صفاء ونقاء من جوه، والله وحياه ربنا. جدا جدا والله يا كابتن مصطفى. دي حقيقه، مش بقولها كده علشان احنا يعني حد بيسمعنا او حاجه، بس هي دي الحقيقه. هو سيد حنين جدا وجواه طيب جدا، بس هو للاسف شغله بيخلي الناس تاخد عنه فكره ان هو عصبي، وان هو طريقته دايما بيزعق وبيتخانق، والحكام بتديله اصدارات والحاجات اللي بتحصل فيه، فبتخلي الناس بتخلط الامر ما بين الجانب الانساني وجانب طبعا العمل. فالعمل حاجه والحياه الانسانيه حاجه ثانيه خالص. المهم المعامله في البيت ايه؟ كويسه؟ والله يا كابتن مصطفى على حسب الاجواء. مش قادره اقول انها يعني زي اي حد والله. عندنا نفس الحاجات اللي بتبقى عند كل الناس، اللي هي جوانب فيها لقطات حلوه وجوانب طبعا مرينا بحاجات في حياتنا غصب عننا. احيانا بنبقى متاثرين بالحاجات دي، يوم عصبي شويه، يوم بنعديها، يوم بنتخانق كده يعني، زي الناس العاديين في الحياه العاديه في كل حياه الناس. ربنا يكفيك وشر العين. طب ايه حكايه التليفون معاه في البيت على طول؟ ما بيسيبش تليفون ثانيه. دي حقيقه. طب ليه؟ بقى تانية خالص. وانت سايباه كده على راحته كده بالتليفون؟ لا التليفون التليفون للاسف جزء من حياته، بياخد جزء كبير جدا، لان طبعا بيبقى معظم الوقت حاجات خاصه بالشغل برضه. وطبعا سيد مش بمجرد ما خرج ومشي من البيت، فهو يعني سوري مش بمجرد ما خرج من الملعب والمباراه انتهت، هو بيبتدي شغل يعني، بيبقى كله بقى انترفيو وحاجات للتلفزيون وحاجات للصحفيين وحاجات حاجات بتتاخد بتنزل وقصص طويله. فبيبقى طبعا مش واحد ولا اثنين بيتكلموا، مصر طبعا السوشيال ميديا حضرتك عارف كم قناه وكم صحفي وكم حاجه، فعقبال ما بيكون خلص ده بيبقى اليوم خلص فعلا. طب انتوا بتتعاملوا ازاي معاه؟ بتتعاملوا معاه ازاي في السفر؟ هو في السفر بيقفل التليفون، بتجيبوه ازاي؟ بتواصلوا معاه ازاي؟ يعني عادة بنسبة كبيرة هو لما بيبقى في بلد صعبة الاتصالات قوي يعني بيبقى واتساب أكتر، يعني ما بيبقاش تليفون، ما بيتصلش، لأن فعلا الاتصالات بتبقى صعبة. يعني في قصص كده في بلاد غريبة أفريقية وبلاد برضه حتى عربية بيبقى فيها صعوبة في الاتصال، فبيبقى الموضوع بالنسبة لنا واتساب مسج بس مش أكتر يعني. ما بنعرفش نتكلم خالص، ممكن يعدي يوم أو اثنين من غير مكالمة، بس ممكن يبعت واتساب أخباركم إيه، تمام أنت كويس، إحنا كويسين تمام الحمد لله كده وخلاص. طيب مدام علا، لو انت عاوزه تبعتي لسيد دلوقتي رساله على الهواء هتقولي له فيها ايه؟ هقول له ان هو تعب كتير، وان هو عمل مجهود، وربنا سبحانه وتعالى كافئه، وهو بدا بدري قوي ورضي بقضاء ربنا ان هو بطل كوره بدري قوي، وربنا ما بيخذلش المجتهد ابدا، وهو بيحب شغله قوي وبيحب النادي الاهلي او بيحب ينجح. فهو نموذج انا افتخر بيه واولاده بيفتخروا بيه، واتمنى ابني يبقى بالنسبه له ده مثل وقدوه ليه في النجاح. حتى لو ربنا سبحانه وتعالى ما ادالكش في الاول، اكيد ربنا بيديك في الاخر، لان ربنا سبحانه وتعالى ما ضيعش في مجهود المجتهد. وهو شخص الحمد لله الحمد لله ربنا كافئه ويستحق اللي هو فيه. ربنا يخليكم لبعض ويخلي لكم اولادكم وتفرحوا بيهم، وتشوفي بقى نجمنا الصغير ده احسن لعيب على مستوى القاره الافريقيه مش في مصر بس. شكرا كابتن مصطفى، ربنا يخليك على كلامك الحلو ده، ويا رب يا رب ان شاء الله باذن الله يبقى الجاي احسن ان شاء الله من كل الناس يا رب. ربنا يكرمك، كتر خيرك، متشكرين قوي يا كابتن مصطفى. تسلم كابتن سيد. انا الحديث